بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنكمل اليوم محاضرة السي اس 250 اللي انهيناه بالمحاضرة السابقة. اخر شيء انهيناه بالمحاضرة السابقة حكينا انه حاليا بدنا نصير نعمل داتا ستراكشرز. كلمة انه بدنا نعمل داتا ستراكشرز معناها بدي اعمل كلاسز جويتها داتا فاريابلز او فاريابلز او داتا ممبرز بالاضافة الى ميثودز. كل ميثود هذول هم الاوبريشنز المسموح لاستخدمهم مع حدية استراكشرها. شو يعني داتا ستراكشر؟ طريقة لتخزين البيانات. طب شو هي البيانات؟ أي إشي بدك إياه، ممكن عبارة عن أحرف، ممكن عبارة عن أرقام، ممكن عبارة عن أسماء مدن، ممكن عبارة عن أسماء مطارات، ممكن عبارة عن أرقام طلاب، بغض النظر إيش بدك تخزنه، أرقام ناخبين على سبيل المثال وريبر، ما بهمنا. بهمني إنه أنا بدي داتا ستراكشر. طريقة تعامل هالديتا ستراكشر مع هالبيانات بتضفي عليه صبغة معينة لاستخدامات معينة. يعني زي ما حكينا بالمحاضرة السابقة، الستاك على سبيل المثال بيشتغل بطريقة معينة، والكيو بيشتغل بطريقة ثانية مختلفة. هذا بيعني انه بعض المشاكل البرمجية انا بحاجة لستاك لحتى تساعدني بالحل تبع المشكلة هاي. بعض المشاكل الاخرى الستاك ما بيخدمني، الكيو. ليش؟ لأنه طريقة تخزينهم للبيانات هي اللي أنا ببحث عنها. فمشان تستخدم الستاك ومشان تستخدم الكيو بدك تعرف إيش هم الأوبريشنز اللي أنا مسموح لي أستخدمهم مع الستاك والمسموح لي أستخدمهم مع الكيو. مشان أوضح النقطة هاي، هاي النقطة بس بكل بساطة كالتالي. افرض أنه عندي مثلا كالتالي، إيه بتساوي بالبايثون، إيه بتساوي مثلا أحمد تقسيم محمد. هل هاي الجملة مسموحة بالبايثون ولا لا؟ مين يحكي لي؟ لا دكتور، مش مسموحة. مش مسموحة. ليش؟ لأنه السترينج ما بيقبل غير الضرب لو والجمع. حطينا هون زائد بزبط؟ بزبط. لو حطينا هون ضرب بيزبط؟ لا، لو حطينا هون تقسيم أو ناقص برضو لا، ما بيزبط. شو المقصود فيها هون؟ بيزبط ولا ما بيزبط؟ كلمة بيزبط ولا ما بيزبط؟ لا، ما في كلاس. الجواب نفسه إنه هاي العمليات مش مسموح لي أستخدمها لما يكون two strings مع بعضهم البعض على اليسار وعلى اليمين. ليش؟ لأنه السترينج عبارة عن data structure. هذا data structure ما في هالأوبريشن هاي، فبالتالي ممنوع، ما بقدر استخدمها. فكلمة أوبريشن لديتا ستراكتر هو معناها إيش العمليات اللي بقدر استخدمها مع هالديتا ستراكتر هاي. دائما تفكر بالنقطة هاي، بقدر أجمع تو سترينجز مع بعض لكن ما بقدر أقسمهم على بعض لأنه العملية هاي مش معرفة. نمحي هاي ونرجع لهون. إذا هسه هون حكينا وقفنا عنده بالمحاضرة الماضية اللي هو نحن بدنا نعمل الدايناميك أري هاي. بالنسبة للدايناميك أري اللي بدنا نعملها هون، إحنا بحاجة لبعض البارامترز اللي بتساعدنا بالحل. إحنا لو رحنا للحل تبعنا، خلينا نعمل هون سلايد جديد وهسه راح نروح عليه. وين الناي؟ هاي سلايد جديد. أوكي هون. بس احنا اللي بنعمل هون بالدايناميك اري بدنا نعمل داتا ستراكشر لحتى يخزن بايثون اوبجكتس. اوكي، قد ما بدي، كل ما تتعبى رد يكبر لي اياها زي اللي حكينا بالمحاضره الماضيه. هذا بدنا نعمله بالمحاضره الماضيه، فلما تتعبى يكبرها بحجم اكبر وينسخ القديمه على الجديده وننسخ العنصر الجديد اللي بدي اياه. فبالتالي للداتا ستراكشر الواحد او للدايناميك هاي دايناميك اري، لكن هاي الدايناميك اري مش بس العناصر هاي من هون لهون هي بس الدايناميك اري، لا، العناصر هاي والرقم هذا اللي هو ان والرقم هذا اللي هو سي. في عندي ثلاث شغلات: مكان لحتى اخزن العناصر، مكان لحتى اخزن عدد العناصر، ومكان لحتى أخزن أكثر عدد من العناصر
اللي بقدر اخزنه بهالديتا ستراكشر هذا حاليا مشان اقدر اعرف انه تعبى ولا ما تعباش على سبيل المثال، صح ولا لا؟ فاحنا حاليا بصدد انه نعمل ديتا ستراكشر، فبالتالي بدي اعمل ديتا ستراكشر بالصوره هاي. بدي ثلاث شغلات: مكان لحتى اخزن العناصر، والان والسي لحتى اعملهم داخل الديتا ستراكشر تبعي. فبالتالي هون اي دايناميك اري معناته لها ثلاث مكونات، في لها ان سيلف دوت ان، مبدئيا عدد العناصر اللي فيها هاي انيشاليزيشن، هو مبدئيا عدد العناصر اللي فيها صفر، وعندي سي مبدئيا عندي اكثر عدد من عناصر اللي بقدر اخزنه واحد مبدئيا. هسه هون هاي وين بدي اخزن العناصر هاي؟ بقدر اقول مثلا ال بتساوي ليست زي كده. اوكي، بقدر اعمل ليست ال بتساوي ال زي هيك، ليست عاديه مشان اخزن العناصر اللي انا بدي اياها فيها. بس لكن احنا ما بدنا نستخدم الطريقه هاي، احنا هون بدنا نستخدم طريقه جديده هالساعات علينا وعليكم لحتى نخزن شيء بنسميه بايثون اوبجكت. هسه مشان اخزن بايثون اوبجكت بدي احكي للكمبيوتر: يا كمبيوتر احجز لي غرفه واحده. مشان احكي للكمبيوتر احجز لي غرفه واحده مشان اخزن فيها بايثون اوبجكت، انا بحاجه لحتى استخدم لايبرري موجوده بالبايثون اسمها سي تايبس. فبالتالي بعمل امبورت سي تايبس زي هيك. فكيف ممكن استخدم هاي اللايبرري، او ليش عملنا لها امبورت؟ مشان احكي للكمبيوتر احجز لي الري بالطول هذا. قديش الطول؟ انا بعطيه عدد العناصر فقط، بعطيه عدد العناصر فقط. كيف بدي اخلي الكمبيوتر يحجز لي هالشغله هاي؟ بالطريقه التاليه. هون بدي احكي له مثلا، او بدي اخزن الايتيمز اللي عندي بالري اسمها items. فبالتالي هاي الايتيمز بستخدمها مشان اخزن العناصر اللي عندي. شو بتساوي؟ احفظ الطريقه هاي. بين اقواس بكتب اكم خانه بدي احجز حاليا، هاي initialization، احنا هون بمرحله الكونستراكتر. بالinitialization اكم خانه بدي احجز؟ اكم وحده؟ مين يقول لي؟ وحده ولا ثنتين ولا ثلاث ولا 10 ولا 20؟ قديش بدي احجز؟ مين يقول لي؟ اول شيء واحد بدي اعملها، اول شيء واحده اللي هي نفس قيمه مين؟ الان ولا السي؟ السي. السي، فبحط مثلا سيلف دوت سي. اوكي، سيلف دوت سي ضرب هاي. بدي احكي للكمبيوتر: يا كمبيوتر بدي اعمل اري طولها سي. هاي الاري بتخزن، كل موقع بالاري بخزن بايثون اوبجكت. كيف بدي احكي له بايثون اوبجكت؟ كالتالي: سي تايبس دوت باي اندرسكور باي اندرسكور اوبجكت، بالطريقه هاي. اوكي، احفظها، حفظ هاي الطريقه: سي تايبس دوت بي واي اندرسكور اوبجكت. معناها بالنسبه للبايثون الحجم تبع بايثون اوبجكت، احنا حكينا كل شيء بالبايثون عباره عن اوبجكتس، فلما اكتب سي ضرب سي تايبس دوت باي اوبجكت، انت عملت تحكي للكمبيوتر: يا كمبيوتر يحجز لي الري بالعدد هذا. قديش العدد هذا؟ اللي هو سي. مشان اكمل العمليه هاي كلياتها مشان تكون صحيحه، هون لازم يكون في اقواس زي هيك فاضيات. فهاي الجمله صارت كلياتها ليش؟ اوكي، هاي الجمله كلياتها صارت كالتالي: انت عمالك تحكي للكمبيوتر بتقول له: يا كمبيوتر احجز لي الري، نعرف شو يعني كلمه الري، طولها سي، عدد المواقع اللي فيها سي. اوكي، بتخزن بايثون اوبجكتس. كل ما بدك تعمل اري بطول معين بتقول له الجمله هاي فقط لا غير. واضحه الجمله هاي شو معناها؟ حدا له اي سؤال عليها؟ اوكي تمام. اذا هسه صار عندي هون سيلف دوت ايتيمز، عفوا. هسه ذاكرين انتم لما اخذنا البايثون كنا نميز بين الاوبجكت، كنا نميز بين لما اجي بدي اعمل داتا ممبر
برايفت او بدي اسوي بابليك. وعرفنا ليش مرات بعمله بابليك ومرات بعمله برايفت، فبالحالي هذول الكلياتين بابليك، فانا ما بدي اتعامل مع بابليك داتا ممبرز، بدي اخليهم برايفت مشان ما اسمح لحدا يستخدمهم من خارج الكلاس، فمشان هيك بدي احط قبليهم تو اندرسكورز. يستجري واحد يقول لي مش فاهم هذول التو اندرسكورز شو هن؟ ليس هسه هون عملنا اول function اللي هو الكونستراكتر تبعنا. الكونستراكتر تبعنا بيعمل، يعني لما اجي اعمل object من dynamic array على سبيل المثال بدي عندي مشكلة معينة وبدي اعمل مشان احل المشكلة هاي بدي dynamic array، كل ما هنالك بقول له دي بتساوي dynamic array فقط لا غير. هيك الدي بيكون حجمها مبدئيا عدد العناصر اللي فيها صفر، وعدد العناصر اللي بقدر أحطهم فيها واحد، هيك معناها. الدي إلها ثلاثة بارامتر أو إلها ثلاثة variables. الان قيمته بيكون على عدد قديش عدد العناصر حاليا فيه، السي قديش عدد أكثر عدد من العناصر الموجودة فيه، والايتمز اللي هو العناصر اللي موجودة فيه. في فرق بين كل واحدة وواحدة. حسب السلايدات بدل سي مستخدمين capacity بس فقط لا غير. احنا كنا نستخدمها سي، بالسلايدات بيستخدموا capacity. انت حر، توميتو توماتو كل واحد. هسا عرفنا الان لايش والcapacity لايش والايتمز لايش. بالobject اخذنا function، او ما بعرف اذا اخذته ولا لا، جزء ما اخذناهوش. في function عندي اسمه مثلا، او بدي اعمل function كالتالي length مع self. هذا function هو عبارة، انا بدي اعمله مشان يرجع لي عدد العناصر اللي عندي الموجودين عندي. فشو لازم اعمل return لايش هون؟ return لcount. اي count فيهم؟ بدنا نبديها من الصفر دكتور ولا كيف؟ لا، عدد العناصر الموجودين عندي. لا items cell dot items. عدد العناصر اللي أنا خزنتهم so far بهالدايناميك أري. بدك العدد العناصر؟ بدنا نأخذ. وين بيكون موجود هذا العدد؟ دكتور N اللي هو. بالضبط. فبالتالي هون كل بساطة بقدر أقول له return cell dot underscore underscore N. صح ولا لا؟ هاي أول operation سويناها للdynamic array. بدي أعمل operation ثانية. يعني سبيل مثال def مثلاً is empty مثلاً. بس هذا عبارة عن function. لما أستدعي برجع لي true إذا كانت فاضية، برجع لي false إذا كانت مش فاضية. طب معناته متى رح يرجع لي true؟ لما تكون فاضية. طب أعطيني شرط بحيث إنه الدايناميك أري تكون فاضية. إحنا الدايناميك أري هاي بشو معبر عنها؟ شو مواصفاتها؟ ثلاث مواصفات: الأن والكاباسيتي والآيتمز. بعرف الأن لإيش وبعرف الكاباسيتي لإيش وبعرف الآيتمز لإيش. معناته بقدر أعرف متى هالدايناميك أري تبعتي بتكون فاضية مشان الإز إم تي يرجع ترو. متى راح يرجع ترو؟ سيلف دوت أن إيكوال زيرو. معناته شو بيعمل هون؟ إف أن سيلف دوت أن تساوي صفر. بالضبط. if self dot underscore underscore n equal equal zero شو معناها هاي؟ إنها return true. معناته الدايناميك array تبعتي ما فيها ولا عنصر، هيك معناها صح ولا لا؟ فبالتالي هون شو بدي أعمل له؟ return إيش؟ true. صح ولا لا؟ return true. else إذا كان هذا الشرط خطأ، إذا كان ال n أكبر من صفر، شو معناته؟ return false. معناته عندي عناصر أكبر من صفر، معناته مش empty، فبالتالي هو return false. صح ولا لا؟ طيب مثلا بدي اقول له def is full. احنا خلينا نتبع استراتيجية معينة بتسمية الفانكشنز هاي. is empty هون is full. اسم الاول حرف capital. self متى هالدايناميك أري هاي بتكون فل؟ مين يقول لي؟ لما أن تساوي الكاباسيتي عدد العناصر. إيش الشرط اللي لازم أكتبه؟ احكي لي. if self
dot underscore underscore n equality self dot underscore underscore c capacity. يعني علي if self dot underscore underscore n equal self dot underscore underscore capacity. صح ولا لا؟ إذا الشرط هذا صح معناته الدايناميك اري تبعتك مليانة. شو بقول له هو return true صح ولا لا؟ else return false صح ولا لا؟ خلص هي خلصنا three operations length is empty و is full. طيب شو في كمان operations بقدر أضيفهم أنا على هالدايناميك اري هاي؟ بنضيف عليها ممكن شو بدك تسميها اسم الأوبريشن هاي؟ append. خلينا نأجل الى append الساعيات، خلينا نحط مثلا نعمل الانسيرت. شو رأيك؟ تمام. هاي def insert. طيب. insert بمعناها الحقيقي على موقع معين ولا عادية؟ على موقع معين زي ما بدك insert مثلا. طيب. أو مثلا 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 مشان نسهل على حالنا مثلا insert end. شو معنى هذا الفانكشن insert end؟ في النهاية دائماً حيضيف على العنصر بدي أضيفه، هذا بدي أضيفه بالنهاية بالضبط. طيب كم قيمة راح يأخذ؟ self أكيد self وإيش؟ والال items والitem اللي بدي أضيفها صح ولا لا؟ صح؟ هاي الitem القيمة اللي بدي أضيفها على آخر الأري. وضحت؟ هسه كيف بدي أضيف على آخر الأري؟ هسا مين هي الأري اللي أنا بتعامل معها؟ الأيتيمز. كيف بدي أضيف على الأيتيمز هاي؟ طبعاً الأيتيمز بالحالة هاي بقدر أتعامل معها زيها زي الليست. يعني في سيلف الأيتيمز للزيرو للواحد والاثنين والإندكس اللي بيكونوا نتعلمه زي تبع الليست، ما في ولا أي مشكلة. فكيف بدي أضيف؟ لازم أول شيء تزيد الكاباسيتي. ليش؟ عشان لأنها هي محطوطة على عدد العناصر الموجودة فيها. ماشي، بس أنا بدي أضيفها على الإند. أنا عندي مثلاً. بس إذا ما في كاباسيتي ما كيف بدي أضيفها؟ يعني سواء على الإند أو بأي مكان ثاني. إذا ما إلها مكان وين بدي أحطها؟ طلع عليها كيف. هاي عندي أري على سبيل المثال. أوكي. هاي 1 2 3 4 5. هاي 0 1 2 3 4 و5. وهاي مثلا العناصر 15 و6. طيب قديش السي للاري هاي او هي الكاباسيتي؟ 6. قديش الان؟ 2 بالضبط. وهاي شو اسمها الاري هاي او الليست هاي؟ اسمها items او underscore underscore items. اوكي هسه بدي اضيف على الاند. يفرض مثلا بدي اضيف insert end 10. العشرة هاي وين لازم تنضاف؟ على الخمسة ولا وين؟ لا على الاثنين المفروض. على الاثنين على اخر العناصر بالضبط، على الاثنين. ايش الموقع بدي اضيفه عليها معناته؟ هون صح ولا لا؟ هاي اذا بدي اضيف العشرة راح تيجي معناته هون صح ولا لا؟ طيب يفرض مثلا صار عندي 15 و6 و10، بس اضيف العشرة الان راح تتغير، راح تصير 3 صح ولا لا؟ والعشرة راح تيجي هون، مش هذا اللي بصير؟ تمام. هسه بالحالة هاي الان 3 والسي 6. افرض مثلا ساعات بدي اضيف الرقم مثلا 27، وين راح يجي 27 هذا؟ insert end 27 عند الثلاث بالضبط هون. اذا احنا دائما وين بنضيف؟ على اخر العناصر صح ولا لا؟ صح. اول فراغ تمام بالضبط، باول فراغ. طب قديش رقمه هذا اول فراغ؟ مره كان 2 ومره كان 3 اللي هو ايش بالضبط؟ اللي هو ان. معناته انا دائما بدي استخدم القيمه اللي اسمها ان عشان اضيف على اخر الاري. فالاندكس اللي رقمه ان معناته هو اخر اندكس. هذا الرقم مش موجود عندي. يعني افرض انه 27 صارت هون، هاي 27 راحت هون، قديش الان راح تصير؟ بدل 3 راح تروح وتصير 4 صح ولا لا؟ قديش قيمه الان؟ 4. هل الاندكس رقم 4 فيه عنصر؟ لا
معناته اخر عنصر موجود عندي لا. وين وين قديش الاندكس له؟ اخر عنصر موجود عندي قديش الاندكس له؟ هلا ناقص واحد صح ولا لا؟ هاي آخر. هاي اخر عنصر موجود عندي قيمته ان ناقص واحد، لكن الاندكس اللي رقمه ان هاي عباره عن عنصر مش موجود عندي، فبالتالي انا بدي استخدمه، هو هذا اخر عنصر فبدي استخدمه عشان نكمل الفانكشن تبع الانسيرت اند. فبالتالي هون بالانسيرت اند معناته كيف بدي اضيف اخر عنصر اللي هي items ورمز الاندكسينج لان self dot underscore underscore items capital لايش؟ لا self dot n لا self dot underscore underscore n ناقص item. لا شو اذا اعطيت ناقص واحد انت بتبدل اخر عنصر. انت هيك بدك اخر عنصر بالضبط، فهيك يساوي item، يساوي item بالضبط. وضحت الجمله هاي شو معناها؟ اذا لا لا. اذا فاهمين الجمله هاي شو معناها انت يعني استوعبت تقريبا نص الماده بس الجمله هاي، فمفهومه شو معناها؟ تمام دكتور، واضحه هيك. طيب تمام. طيب هسه هل انا بقدر دائما اضيف عناصر على هالليست هاي؟ بس بدنا نضل نزيد، استنى شوي، بديش ازيد. هل بقدر دائما ازيد عناصر على هالمصفوفه هاي اعمل insert end زي ما بدي دائما؟ النقطه معينه لا، النقطه معينه لا. وين هاي النقطه؟ لما تساوي ان مع سي. شو معناها؟ صارت فل، صارت فل. طب كيف بدي امنع هاي الخطوه اذا كانت فل ترو؟ شو لازم احط هون؟ لازمك شرط دكتور تاكد انها لسه مش فل. شو هو هذا الشرط؟ احكي لي اياه. اللي هي اف 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 ايش؟ سيلف دوت كاباسيتي لا تساوي ان سيلف دوت ان، او شو بتساوي؟ استدعي الفانكشن اللي سويناها هذا. مش بنقدر؟ اف از فل، اف السيلف دوت از فل صح ولا لا؟ مش هيك مستدعي الفانكشن؟ تمام. اذا ترو راح يفوت، واذا مش بس احنا شو بدنا اياها؟ ايكوال ايكوال ترو. لا بدي اياها فولس اذا كانت، اذا كان الاس نوت معناته نوت نوت. احط هون قبليها نوت ولا لا؟ وضحت الجمله هاي؟ اذا كانت الليست مش مليانه هيك معناها، نفذ للجمله هاي. اذا كانت مليانه شو بدي اساوي؟ كونتينيو يعني تقول له برنت اطبع عنها فول، برنت الليست از فول بكل بساطه صح ولا لا؟ كيف هذا الفانكشن بين قوسين الاوبريشن مرتبه صح؟ واضحه مفهومه شو معناها؟ بس والله دكتور شوي، بس خلينا شوي يلا خذ لك دقيقه وانت صافن فيها. طيب دكتور لو بدي اعمل فانكشن انه لو الكاباسيتي يعني صفر او ما في مساحه اني اضيف كمان شيء يزيد المساحه ممكن؟ بقى مو هذا راح يجي، قاعد شوي بس شوي شوي قاعد يعني ببني لك الفكره هاي شوي شوي. بنساوي الفانكشن هذا. خلص تمام دكتور، تمام تمام الامور 100 100. اوكي 100 100. طيب اعطيني كمان اوبريشن ممكن نعملها لهالليست هاي هسه. شو دقيقه قبل ما ناخذ كمان اوبريشن نحذف هسه هون، قبل ما نحذف عملنا دي بتساوي دايناميك اري، هيك كم عنصر فيها؟ بقدر اضيف واحد. كم عنصر فيها؟ صفر. طب كيف بدي اضيف عنصر على هالليست هاي؟ مين يقول لي؟ بدي اضيف عنصر مثلا على سبيل المثال 15 على الدي بالانسيرت دكتور اللي عملناها. شو كيف؟ قول لي كيف استخدمها؟ دي دوت انسيرت، دي دوت اي ايش انسيرت لحالها؟ لا انسيرت اند. انسيرت اند في طريقه ثانيه بقدر استخدمها لحتى اضيف عناصر على هالليست هاي او على هالدايره؟ لا لانه بتاعي. احنا مش معرفين. لا بالضبط، انسيرت ايش اكتب هون مثلا؟ 15 الايتم اللي بدك تضيفه. بالحاله هاي شو راح يقول لي؟ راح يمسك ال 15 ويحطها، ولا راح يقول لي ليست از فول؟ لا راح يحطها لانه في حطها واحد. بالضبط راح يحطها، بس لو اعمل على سبيل المثال دي دوت انسيرت اند مع على سبيل المثال 27
هي راح يطبع الليست فول بالضبط، هون راح يطبع لي ساعات الليست فول، لانه الشرط هذا راح يكون صح، الشرط هذا راح يكون صح نوت صح فولس، راح يجي لهون راح يقول لك الليست از فول. واضح شو اللي قاعد بصير خطوه بخطوه؟ احنا عمالنا بنبني داتا ستراكشر. شو هذا الداتا ستراكشر اللي بنسويه؟ دايناميك اري. طب شو بدنا نسوي بالدايناميك ستراكشر هذا؟ داتا ستراكشر هذا عملنا الان، وعملنا الكاباسيتي، وعملنا الايتيمز مشان اعمل هالداتا ستراكشر هذا، وعرفنا كل واحد شو معناها، وعملنا له مجموعه من الاوبريشنز. ايش هم الاوبريشنز اللي سو فار حطيناهم؟ لينث مشان يعطيني عدد العناصر انا صرت حاطهم بهالداتا ستراكشر لحد الان، is empty اذا رجع لي ترو معناته هاي الداتا ستراكشر فاضي، اذا رجع لي فولس معناته الداتا ستراكشر مليء مش فاضي. ومش فاضي دير بالك كثير من الطلاب يخربطوا فيها، اذا كان مش فاضي لا يعني انه مليان، ممكن يكون مليان بس ممكن كمان ما يكونش مليان، ممكن يكون له نصه على سبيل المثال بس مش فاضي. is full كمان function او operation، اذا رجعت لي true معناته هالدايناميك اري هاي مليانه، اذا رجعت لي false معناته الدايناميك اري هاي مش مليانه. ومره ثانيه كمان اذا ما كانت مليانه هذا لا يعني انها فاضيه، دير بالك الثنتين مش عكس بعض، برضو كمان ممكن يكون له نصه، لا هو مليان ولا هو فاضي، ممكن الثنتين يرجع لي false، الـ is empty والـ is full. وعملنا كمان operation لحتى أضيف دائما على آخر الليست اللي هو الـ insert end، بيمسك الـ item وبضيفه على الـ items اللي هو المكان اللي احنا خصصناه لحتى يضيف على آخر الـ items هاي. بالطريقة هاي أول شيء بدي يفحص الشرط هذا، وعرفنا ليش نستخدم الـ index دائما الـ n، لأنه الـ index n هو قيمة الـ index لأول عنصر فاضي بالعناصر، الأول مكان فاضي من الأماكن تبعات الليست اللي عندي. طيب عمل الانسيرت اند، شو كمان ممكن أتوقع أنه أعمل؟ مين يقول؟ نعمل ريموف أو بوب إيش زي؟ قبل الريموف قبل البوب، خلينا بالانسيرت، خلينا بالإضافة أول شيء. نضيف لموقع معين هسه؟ انسيرت اند قبل موقع معين. نعمل انسيرت. نعمل ريبليس مثلاً. طيب ريبليس سهل شوي بس خلينا أول ريبليس راح نعملها. يعني راح نعملها لقدام، وراح نعمل الرموف، وراح نعمل الابند، وراح نعمل شغلات هاي كلياتها، بس خلينا نمشي بالصعوبه شوي شوي. انسيرت فرونت، اوكي انسيرت فرونت برضو سيلف وايتم وايتم بالضبط. شو معنى هذا؟ لما انفذ الاوبريشن هاي بيمسك الايتم هاي وبيحط لي اياها اول الليست دائما لما استخدم الانسيرت فرونت. إذا بدك تضيف الايتم هاي على آخر الليست استخدم الانسيرت اند، إذا بدك تضيف على أول الليست استخدم الانسيرت فرونت. طيب هاي عندي ليست هون، أوكي، وبدي أضيف أنا على أول الليست، خلينا نأخذ مثال آخر عليها. سيلف دوت ايتمز زيرو إيكوال ايتم. لا مش هيك مصيبة صارت. إندكس. لا هسه بقول لك شو، هسه بقول لك شو أول عنصر. بالضبط هسه بقول لك شو المشاكل اللي ممكن تقع فيها. انت لازم تزيح كل شيء، بدلت اول عنصر. نعم بالضبط. هاي 1 2 3 4 و5، افرض انه عندك هون 15. الشاشه مش طالعه. انت بتكتب انت مش حاط شاشه. مش حاط ايش؟ هيك تمام هسه شفنا. ما سويت شيء. طيب هاي 27 هون. اوكي؟ هاي اسمها items الاي كابيتال items، اوكي. الان قديش عندي هون؟ ثلاث بالضبط. والسي اللي هي الكاباسيتي ستة بالضبط. انا بدي انفذ ساعات الانسيرت فرونت، هاي بنكتبه هون انسيرت فرونت. انسيرت فرونت معناته وين راح يضيف لي اياه؟ دائما راح يضيف لي اياه على الموقع رقم صفر دائما. بدي اعمل insert front مع مثلا داش، معناته شو العناصر اللي راح تصير موجوده عندي بالليست؟ داش و15 27 صح ولا لا؟ موقع ال11 قديش الاندكس تبعه راح يكون؟ زيرو. طب ال15؟ واحد. وال7؟ اثنين. وال27؟ ثلاثة. معناته هاي لازم تيجي هون، وهاي لازم تيجي هون،
وهاي لازم تيجي هون مشان يصير الموقع رقم صفر فاضي وأحط فيه 11 صح؟ هاي العملية مشان أزيح العناصر على اليمين اسمها shift right. shift right shift معناها إزاحة، يعني زيح لي العناصر هاي right على اليمين مشان أخلي الموقع رقم صفر فاضي. طيب هاي shift right كيف بدي أسويها؟ بفور لوب. فور لوب دمسك العنصر بالضبط. من وين لوين الفور لوب هاي؟ من صفر للن، من الصفر لا لازم الآن. لازم نبدأ من الآخر. بدي أبدأ من الآخر أكيد. من وين لوين بدي أمسك؟ بدي الرينج تبعها هي ساعات مبدئيا من الصفر للآن، صح ولا لا؟ هسه كقاعدة مشان نطبق الشيفت رايت بعملها بالعكس من الآن للصفر. أوكي؟ شيفت رايت بالعكس من الآن للصفر، من آخر موقع لأول موقع، هيك احفظها حفظ برضو. كمان هذول two operations من أكثر الأوبريشنز اللي كل الطلاب المفروض يكونوا عارفين شو اللي قاعد بصير بالشيفت ليفت والشيفت رايت وكيف بنطبق الشيفت ليفت والشيفت رايت. بس مبدئيا قبل ما ننتقل على البايثون بدي أعمل شيفت رايت من وين لوين؟ من الآن down to zero. طب كيف بدي أعمل شيفت رايت؟ بعملها باستخدام فور لوب. كيف؟ كالتالي. قبل ما أبلش هون بدي أعمل شيفت رايت، نقول له فور I in range in range and to صفر وسالب واحد. سيلف دكتور سيلف دوت ليش سيلف؟ هاي عشان او صفر هون سالب واحد هيك راح تكون، صح ولا لا؟ الان بصير استخدمها هيك عادي. عفوا self.underscore_n بالحالة بالضبط. فهاي شو معناها الفور لوب هاي؟ انه مشيلي من الان لوين؟ للصفر. لا لواحد. للواحد. لواحد. هسا كل مرة شو بدك تساوي؟ الجملة التالية self.items_items للاي بتساوي self الاندكسينج ان او اللي هو الاي. لا هو نفسه الايتيمز لا الاي ناقص واحد. طلع عليها هاي مشان نعمل شيفت رايت للعناصر من الكبير للصغير، من اكبر اندكس لاصغر عنصر لاصغر اندكس. اول مره قيمه الاي بتكون ان، ف أول سطر معناته راح يتنفذ السلف للآيتمز للآن بتساوي السلف للآيتمز للآن ناقص واحد. يعني مسكت العنصر رقم N ناقص واحد وحطيته على اليمين. هاي لو نرجع لهون هاي الآن تلا. فأول جملة اللي هي الآيتمز أول مرة الآيتمز لا الآن اللي هي ثلاث بتساوي الايتيمز للان ناقص واحد اللي هي اثنين. ما كتبناش سيلف هون بدناش نكتبها. شو معنى الجمله هاي؟ معناها انه العنصر رقم ثلاث راح يصير العنصر رقم اثنين، فبالتالي راح يمسك ال27 ويحط لي اياها هون. هسه الان الاي كانت ثلاث باللفه الثانيه راح تصير اثنين لانها راح تنقص واحد. فبعديها لما تصير اثنين معناته هاي اثنين صارت وهاي واحد. الايتمز للاثنين قديش راح تصير؟ الايتمز للواحد. فبالتالي السبعة هاي راح يمسكها وقيم السبعة وعشرين وحط بدلها السبعة هون. بعديها راح تصير الاي واحد لانها اصلا بالفور لوب اللي كتبناها الاي راح تكون قيمتها من ثلاثة الى واحد، هيك سويناها. فاخر قيمة لها واحد. بس لما تكون واحد معناته الايتيمز للصفر للواحد عفوا بتساوي الايتيمز للصفر، فبالتالي هاي السبعه راح تروح وراح يصير 15 هون. فكيف راح يصير شكلها بس تخلص الفور لوب؟ راح يصير شكلها كالتالي: الري فيها خمس مواقع 0 1 2 3
وأربعة، هاي خمسة كمان، أوكي؟ السبعة وعشرين هون، السبعة هون، الخمستاعش هون، وهون في خمستاعش كمان، صح ولا لا؟ بس الخمستاعش مكررة. هسا شو بقول له آخر إشي؟ بقول له الايتيمز للصفر. هسا بقدر ليش؟ لأن القيمة اللي بعنصر رقم صفر حطيناها بالواحد. شو بتساوي؟ العنصر الفاليو الجديد بدك اياه ايتم مثلا، صح ولا لا؟ هذا بدنا اياه نعمله حاليا. فلو نروح على البايثون ونكمل، بعد ما تخلص الفور لوب هاي عارفين كيف يكون محتويات الايتمز. اخر شيء بقول له سيلف دوت ايتمز للزيرو، شو بتساوي؟ الايتم اللي هي القيمه هاي تبعتك اللي هون، صح ولا لا؟ عشان يضيف لي اياها على الموقع رقم صفر. وضحت الطريقة هاي؟ حد يلي سؤال عليها؟ أنا إلي سؤال عليها. طيب دائما بقدر أنفذ الانسيرت فرونت؟ لا مش دائما. متى ما بقدر أنفذ الانسيرت؟ إذا أنت تساوي الكاباسيتي، معناته هون شو بدي أعمل؟ لازم نحط شرط الإز فول قبل ما أعمل، معناته شفت رايت وأحط العنصر هذا، لازم أفحص وأقول له شو إف؟ هي is full not is full، صح؟ is full. إذا ما كانت مليانة نفذ لها الجملتين هذول. else شو معناها؟ إنه الليست اللي عندك مليانة، فبالتالي بدك تحكي له print مثلا list is full. list is full، صح ولا لا؟ فقط لا غير. هيك عملنا الانسيرت اند، عملنا الانسيرت فرونت، صح ولا لا؟ بشرط اف ليش حطيت دوت اندرسكور اندرسكور؟ كيف؟ شرط الاف سطر 36 ليش حطيت دوت اندرسكور اندرسكور؟ سطر 36 هون ما فيها، ما فيها، ما فيها، مش برايفت. ما فيها، مش برايفت، صحيح. نعم صحيح، هيك صارت صح. اوكي تمام. اذا هيك عملنا كمان تو اوبريشنز جداد، واحد اسمه انسيرت فرونت وواحد اسمه انسيرت اند. بنعرف شو معنى انسيرت اند، دائما بضيف لي عنصر اخر شيء، بنعرف انسيرت فرونت شو معناها كمان، صح ولا لا؟ الكودات نفسهم لكل الداتا ستراكشر، يعني نفس طريقه الكتابه؟ لا لا، هاي بس للداتا ستراكشر. هذا المطلوب منك، تفهم كيف كتبنا هالميثود هاي، شو معنى الخطوات اللي داخل الميثود هاي، مشان اذا استوعبنا شو المعنى الميثود وكيف بنكتبها وليش كتبنا كل سطر هون، بقدر اكتب اي ميثود لاي داتا ستراكشر ثاني. هيك المقصود فيها. بس مش كل الداتا ستراكشرز نفس الاشي، مش كلهم، كل واحدة لها ميثودز خاصه فيها، وكل ميثود من الميثودز الخاصات فيها الكود تبعها مختلف، لكن المبدا نفس الاشي. انا بكتب كود بالميثود هاي مشان يتنفذ لما نستدعي هالميثود هاي. فايش اللي بدك اياه يصير؟ انت بتكتب كود له بالتفصيل. هسا الكود هذا زي هيك احنا تعلمناه بال111، والكود مشان اعمل الكلاس والميثودز والامور هاي كلياتها تعلمناها بال220. فمشان هيك ال111 متطلب لل220 210، وال210 متطلب لل250. فكل الشغلات هاي صارت الكل بيعرفها المفروض. بس كيف تكتب الميثود؟ لا، هاي بتختلف من داتا ستراكشر لداتا ستراكشر اخر حسب ايش الميثود بدك اياها تعمل. اوكي، فيعني لحد الان استوعبنا شو اللي قاعد بصير، عرفنا شو يعني داتا ستراكشر، عرفنا كيف بنكتب الميثودز تبعته، عرفنا كيف نعرف الستراكشر تبع هالداتا ستراكشر. اوكي، فالداتا ستراكشر معناها ستراكشر اللي هو شو الاتريبيوتس تبعته، بالإضافة إلى ذلك الأوبريشنز اللي راح نعملهم مشان يشتغلوا على هالستركتشرها. فهاي الأوبريشنز كلياتها احنا عمالنا بنعملها لحتى تشتغل على هالستركتشرها أو باستخدام الستركتشرها. هاي الجملة مهمة جدا. بالطريقة هاي إذا قوس واحد راح، الأوبريشن هاي خطأ راح تصير. شو معناها؟ يا كمبيوتر احجز لي array، نعرف شو يعني array، عدد مواقعها self.c. هسه بطل self.c، صحيح صارت capacity، صح ولا لا؟ هون صارت capacity.
عدد المواقع تبعتها capacity، كل موقع بخزن عبارة عن Python object. بالحالة هاي أنا أجبرت الكمبيوتر لحتى يخزن لي، لو الكباسيتي هون مثلاً 10 معناته الأري هاي رح يمل ليها 10 مواقع. كل موقع شو بيخزن؟ Python object، وهذا اللي بدي إياه. أوكي؟ وهذا اللي بدي إياه، مشان أخزن عناصر بالطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة. وعرفنا هاي كمان لحتى تعمل لي إيش بنسميه shift right، مشان أخلي مكان فاضي للعنصر اللي بدي أضيف فيه مكانه اللي هو صفر بالحالة هاي، مشان نضيف العنصر هذا بكل سهولة. بس هاي العملية مش دائما بقدر أنفذها، لازم الليست ما تكون مليانة مشان أعمل insert front و insert end. بس لحد هون بنوقف، مشان هيك بالمحاضرة الجاية راح نكمل على هالكلاس هاي ونشوف تفاصيل. بالمحاضرة الجاية بدنا نزيد الكباسيتي له صح؟ هنكون ممكن في كود لحتى نضيف الكباسيتي، لكن نزيد الكباسيتي، لكن مبدئيا خلينا نحكي انها واحد. راح نشوف تفاصيلها بالمحاضرة الجاية يعني شو ممكن نساوي فيها. حد له اي سؤال اي استفسار؟ اوكي تمام، اذا نكمل ان شاء الله بالمحاضرة الجاية. يعطيكم العافية.